مستشار محمد عوض معي عبر الهاتف من داخل ميدان رابعة العدوية. سيادة المستشار نرحب بك. سؤالي، كيف تنظر للحشود الموجودة الآن في رابعة العدوية في حر الظهيرة؟ والله يا فندم، احنا يعني الحمد لله رب العالمين، المتصدين في رابعة العدوية أعدادهم هائلة، معنوياتهم مرتفعة للغاية، مصرون إصرار منقطع النظير على دعم شرعية الرئيس محمد مرسي، رافضين رفضا قاطعا للانقلاب العسكري الغاشم، وانا اقول الغاشم والظالم، على شرعيه ويعني اراده الشعب المصري التي تمثلت في انتخابات حره، اول انتخابات حره نزيهه باختيار اول رئيس مدني بعد ثوره 25 يناير، ولن تتزحزح هذه الكحافل الهادره الهائله حتى يعود الرئيس محمد مرسي رئيسا شرعيا للبلاد، ويعود الانقلابيون الى السجون المصريه مدفونين ان شاء الله. المستشار محمد عوض، هل هناك استراتيجيه محدده من اجل تحويل هذه المطالب التي تحدثت عنها باعاده شرعيه الرئيس محمد مرسي من خلال هذه الاعتصامات؟ أنا سألتك كيف يمكن من خلال هذه الاعتصامات باستراتيجية معينة محددة وربما يكون لها سقف زمني إعادة الرئيس محمد مرسي إلى منصبه رئيسا شرعيا منتخبا لمصر؟ كما تم في ثورة 25 يناير بالاستمرار في الاعتصام وفي ميادين مصر كلها وعلى رأسهم ميدان التحرير، نحن مستمرون في اعتصامنا السلمي في ميدان رابعة العدوية وفي كل ميادين مصر حتى تنقشح هذه الغمة ويعود الرئيس الشرعي المنتخب رئيسا معززا مكرما، حتى لو كان ذلك على رقابنا جميعا. نحن بسطورنا العارية نواجه دبابات السيسي، نواجه بلطجية أمن الدولة، نواجه كحافل من بلطجية الحزب الوطني، ولن نتزحزح قيدهم من هنا حتى يعود الرئيس الشرعي رئيسا للبلاد. سؤال السيد المستشار محمد عوض، الآن وهذه الحشود تزداد يوما بعد يوم، هل لمستم فعلا عودة جزء من شاركوا في مظاهرات ضد الرئيس المصري محمد مرسي في ميدان التحرير، عودة هؤلاء للاعتصام معكم للمطالبة بإعادة الرئيس محمد مرسي؟ نعم يا فندم، هناك آلاف بالقطع فعلا، هذا وقع بالفعل، هناك آلاف من حركة التمرد انضموا إلينا، وآلاف ممن كانوا يعارضون الرئيس محمد مرسي. نحن نتفق أو نختلف على بعض سياسات الرئيس محمد مرسي، هناك بعض أخطاء بالقطع، لكن لن تمر مر إلى هذا الانقلاب العسكري مرورا الكرام، سنستمر. وهناك فعلا بالقطع آلاف انضموا إلينا بعد أن تبين لهم أن هذا انقلاب عسكري غاشم بمساعدة أمريكا والمخابرات الصهيونية وبعض مخابرات الدول العربية لسحق إرادة الشعب المصري، ولم يتحقق لهم ذلك، وستنتصر إرادة الشعب المصري على كل الخونة والعملاء سواء في الداخل أو الخارج. طب ولكن ربما التحدي كبير جدا سيادة المستشار، الآن مصادر لقناة الحوار تتحدث عن مشاركة 100,000 رجل أمن يرتدون الزي المدني يتجهون إلى ميدان التحرير، كيف يمكن فعلا مواجهة مثل هذه التطورات؟ يا فندم، كان الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لديه كحافل هائلة من الأمن المركزي ومن أمن الدولة ومن المخابرات ومن الحزب الوطني، ولم تنفعه هذه الكحافل في ظل صمود الشعب المصري. وأقول لك بكل ثقة تامة أيها المجال الكريم أن هذه الكحافل الكحافل الثوار الحقيقيين لن تقف أمامهم، أو الكحافل، لأن معنى الله تبارك وتعالى فوق كل شيء، وهو ناصر الحق ومزق الباطل إن شاء الله. قانونيا هل هناك أي جدوى سيادة المستشار من خلال هل جدوى برفع شكاوى أو دعاوى قانونية على مخالفة الدستور المصري بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي؟ نحن يا فندم صحف الدستور المصري
سحقت إرادة الشعب المصري تحت حزب العسكر. نحن لا نتجه هذه الاتجاهات سواء رفع دعاوى أو ما خلافه، نحن مستمرون في صورتنا. هذه الموجة الثانية من ثورة 25 يناير على الثورة المضادة، ولن نسمح للثورة المضادة أن تنقلب علينا أو أن تسرق منا ثورتنا. أما الطريق القانوني فهو طريق نحن نعلم جيدا أنه مسدود ولن نسلكه، بل سنسلك طريق استمرار الثورة والصمود والاستمرار في كل ميادين مصر والاعتصام فيها حتى تتحقق، وننزع إرادتنا، ننتزع شرايط رئيس المنتخب محمد مرسي حتى تعود لمصر كرامتها وإرادتها، ويكون هناك حرية كاملة للشعب المصري في أن يختار من يريد. سؤالي الأخير لك سيادة المستشار، ما هو برأيك التوصيف القانوني لما قام به الفريق أول عبد الفتاح السيسي ومن عاونه في الانقلاب الذي حصل قبل أيام؟ هذا هذه خيانة عظمى، وهذا يعني يحاكم كل من ارتكب هذه الجريمة، أن نقرأ جريمة الانقلاب وجريمة الخيانة العظمى بتهمة الخيانة العظمى وبتهمة الاشتعال والتحريض والمساعدة والمعاونة على قتل المتظاهرين السلميين التي تسيل دماؤهم في كل ميادين مصر في كل يوم وفي كل ساعة. يسقط شهداء، يرتقي شهداء دون الله تبارك وتعالى، يلعنون السيسي وعصابته، والله عز وجل لن يخذلنا وسينصرنا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك المستشار محمد عوض، منسق حركة قضاء من أجل مصر، كنت معنا عبر الهاتف من داخل مدينة